زين، انا واحده صراحه احب وهيكون دائري، اوكي، تكساس، مكساس، نيويورك، لوس انجلوس، انا احبها. فالدكتور قال لي وي نيد اونلي هاي فو حق هاي الصوب. هني احنا كلنا في العائله في بيتنا عندنا شن، وعندنا هني هاي الكاسه الصغيره. فالدكتور قال بناء على اللي عندنا حاليا هاي فو ممكن مفروض يسوي شغل. وليد مرحبا. اهلا وسهلا دكتور وليد. طبعا هو اللي موجود حاليا في سمايل ستوديوز، هو اللي راح يكون موجود حق استشاره، حق اي اجراء تبون تسوونه. دكتور، اهم شيء ماي فولورز. اهلا وسهلا فيكم. ساعة اللي بدون ولو علاج الهاي فو هو مو حقن ماده ولا سحب ماده، هو جهاز يشتغل بالالترا ساوند. فهذه الذبذبات لما توصل، لما تنحط في المنطقة عفوا، تأثر في هذه الدهون، تكسرها، وبلس تحفز الكولاجين فتشد المنطقة. ايش رايك فيني دكتور؟ مذكرة منيح، 10/10. اوكي، شوفوا الفرق بين هني وهني. هذا 1 باس، باقي 2 باس. هذه 1 باس باقي. شيماء، يس، سويت عندنا اليوم؟ اليوم انا سويت الهاي فو. هو جهاز معروف على مستوى العالم، سوينا لتحديد منطقة الذقن. دكتور وليد يده خفيفة. كان في ألم؟ الألم وقتي، يعني لما الدكتور حط الجير في المنطقة في ألم، يشيل الجير ما في ألم، ونوع الألم نفس يشبه ألم الليزر الهير ريموفل، يعني مو بالألم اللي انت ما تقدرين اصلا. احنا لاني جايين نركز على هاي المنطقه، فانا بس حسيت بالألم في منطقه البونز، وتشيت طبيعي. بس لما يكون على الجلد او على المنطقه اللي انا عندي فيها فات هني، لا صراحه كان جدا بسيط. خلاص ما قدرت تتحملين، ألم جدا بسيط، وعلى 3 مراحل، على مراحل متقطعه، يعني مو بنفس الالم في المنطقه كلها، لا يعني الالم ما يتركز في منطقه واحده، ما يتركز في منطقه واحده. وبعدين عندي خبر وايد حلو حق البنات اللي عندهم الشعيرات الدمويه اللي تكون هني مثل كذي، يعني هذا الجهاز يشيل الشعيرات الدمويه اللي في بنات ينحرجون منها. هاي الشعيرات الدمويه اللي وايد تضايق ناس، وايد تسبب لهم حرج وتسبب بقع حمراء في الوي، وفي ناس عندهم في بعض اجزائهم في الجسم، ابشركم موجود، كله موجود. وشيله وشيله وشيله.